بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. الناس اللي عندهم السحر المأكول تيتسائلوا كيفاش وصلني هذاك السحر المأكول إلى الجسم ديالي، كليت مع الناس وشربت معهم ولكن تصابيت أنا بالسحر المأكول. إذا الناس اللي باغين يكشفوا على نفوسهم يحاولوا كل جمعة يقراوا سورة الدخان 3 مرات أو 7 مرات ويكلوا واحد طاقة إيجابية تسخير بصورة الدخان باش يبين لك الله الكشف شكون اللي دار لك أو إنسان اللي باغي يضرك في الصحة ديالك. إذا الناس اللي عندهم مشاكل ديال السحر المأكول، السحر المأكول هو طاقة شيطانية تدخل الجسد ديالك تعطيك طاقة المرض، طاقة توقيف الحال، طاقة ديال أنك ما قادرة تديري حتى حاجة، لأن السحر المأكول تدمر الجسد من الداخل. أول حاجة توقف لك في المعدة، تدير لك عقدة في المعدة، تمشي القولون العصبي، تولي عندك شيطان موكل بالسحر في الجسد ديالك، تيكون جالس في الأمعاء. إذا الناس اللي عندهم السحر المأكول دائما مضطربين في الأكل، دائما عندهم الغثيان، دائما عندهم نبضات في الظهر ديالهم وفي البطن ديالهم، ودائما عندهم واحد طاقة داخل الجسد ديالك. غادي إن شاء الله نحاول نعطيكم واحد الصيغة ربانية لتعاونكم على السحر المأكول. إذا كنتي شاكة بأنك عندك السحر المأكول هي نافع عليك، ما كانش عندك السحر المأكول غير القولون العصبي هو اللي مأثر عليك، هو اللي يدير لك هاد المشاكل، غادي نفعك في نفس الوقت. إذا شفاء بالقرآن أو شفاء بالعشوب هما طاقة رائعة، تكونوا واحد العشوب مع القرآن تعطوك واحد طاقة إيجابية. إذا نصليو كاملين على سيد الخلق. في التعليقات خليو لنا تعليقات، خليو لي لايك باش نحاولوا نضيفوا لكم بزاف الوصفات اللي غادي يعاونوكم ويعطوكم طاقة في حياتكم بدون طلاسم، بدون أنك تلتجئي إلى الشعوذة، لأن الشرك بالله حرام. وإنسان يستعن بالخالق لأن باب الخالق مفتوح في أي وقت، وغادي إن شاء الله بحول الله تخلصي من جميع التوابع. إذا لا يفلح الساحر حيث أتى، ما عمر الساحر تيفلح، ولكن إلا تصرف عليك السحر قسمه لك الله غادي تذوق عذابه، ولكن غادي توصلي إلى مرتبة أعلى، غادي تعرفي شنو هو القرآن، غادي تعرفي شنو هو التضرع، غادي تعرفي باب الكريم، غادي أنك تواصلي مع الله بقوة باش يحيد لك هذاك السحر، لأن بإذنه تقدري تصابي وبإذنه تقدري تشافي بإذن الله. إذا الله هو اللي غادي يشافي، الله هو اللي غادي يعافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. إذا الله هو الشافي والله هو العافي. إذا غادي ناخذ الكروية وغادي ناخذ النافع، ناخذ النافع وحبة حلاوة، جوج حبة حلاوة نافع الكروية. إذا أنا عندي هنا مخلطين وهنا عندي الكروية العادية ماشي العمياء. إحنا في المغرب تكون عندنا واحد الكروية العمياء ديال التبخير السحر، ديال التقاف، ديال إبطال السحر، ولكن اليوم إحنا بغينا نبطلو شي حاجة من الداخل، إبطال اللي غادي يعطينا إن شاء الله تسخير في إخراج السحر على طريق الشرب إن شاء الله. وغادي تحسوا، إما تحسوا بخريص أو تحسوا بشي حاجة خرجت من الصبع ديالكم الكبير أو من صبعكم الصغير، عادي جدا، غادي تعرفوا بأن توابع بدأوا يخرجوا بإذن الله. هادو علامات ديال الشفاء، ولكن على الأقل غادي تبخي هاد المكونات وتحطيهم في الثلاجة على النية ديال الإبطال، ولكن وقت القراءة تسخني واحد الكاس صباحا على الريق، وفي المساء هو آخر كأس اللي غادي إن شاء الله تشربيه وتنامي، ولكن القراءة اللي غادي تقرأ على هذا الكأس هي اللي غادي تعطيك أكثر من العشبة، وتعطيك طاقة الإبطال بإذن الله الواحد القهار. إذا عندنا هاد الكروية وعندنا النافع وحبة حلاوة، بجوجهم راهم مخلطين مع الكروية. الكروية معروفة، كروية تبطل السحر المأكول، دائما تنحط أنا في الفيديوهات ديالي لأنها رائعة
وتتحيد الديدان، تتحيد الغازات، تتحيد العقد في المعدة، تتحيد العقد في السرة. الناس اللي عندهم نبضات بومزوي رائعة بإذن الله. إذا غادي نتبخوها، ننقيو جوج معالق ديال الكروية ومع جوج معالق مخلطين ديال النافع وحبة حلاوة. إذا معلقة ديال النافع ومعلقة ديال حبة حلاوة، جوج معالق ديال الكروية. الكروية في العالم بأسره، إذا الكروية معروفة وكاينة في كل مكان. اللي ما عندوش النافع حبة حلاوة يدير غير الكروية. المهم أنك غادي تقراي على هذا المكون بعد ما، إذا غادي تبخيه وغادي تحطيه في الثلاجة كما قلت لكم، ولكن ناخذ كأس ندفيه ونشربه نصفيه، ونحاول أنني نصفي هذا المكون. بعد غادي نقرا على الكأس دافي ماشي سخون، دافي فقط، وغادي تقرأ عليه هذه الآيات إن شاء الله بحول الله، آية زوج اللي غادي إن شاء الله يبطلوا لك القديم وجديد. كل آية غادي نقراها 3 مرات. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ما نقرب الكأس إلى الفم ديالي وغادي نقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ركزوا على ولا يفلح الساحر حيث أتى. قد ما قريتها مزيان. إذا وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. غادي نقرأ ونفت إما 7 مرات وإما 5 مرات وإما 3 مرات هذه الآية لإبطال جميع الأسحار. إذا وغادي نقرأ الآية الثانية إن شاء الله بحول الله وقوته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين المفسدين المفسدين. حاولوا تكرروا هاد المفسدين. إذا نقرأها 7 مرات بعد غادي نتناول الكأس ديالي على نية الشفاء العاجل. لا نقول يا شافي يا عافي اشفيني من مرضي هذا أو من ألمي هذا. المهم غادي إن شاء الله تشربي هاد الكأس هذيك الليلة اللي غادي تقراي وتشربي في نفس الوقت، غادي تحسي براسك أنك إما جاك غثيان وإما تتحسي أن داك الشيء ثقيل اللي شربتي على البطن ديالك. غادي تعرفي بأنك عندك طاقة السحر داخلة على طريقة الأكل أو طاقة ديال السحر التجديد في المنام. كاين الناس اللي عندهم السحر هو يجدد نفسه، تشوفي نفسك بأنك تتناولي الطعام في الليل كأنك تتناولي الطعام، ولكن هو تجديد السحر من طرف الجن الموكل بالأسحار اللي معمولة وتبقى يجدد في المنام. إذا تعطيك تاكلي باش أنه يجدد طاقته وعهده مع هذاك السحر اللي موكل بطلاسم أو عقد. صافي غادي إن شاء الله تخلصوا من هالتوابع كاملين. إذا غادي نتبعها مدة أسبوع أو 3 أيام، أقل حاجة هي 3 أيام. كاين اللي تيتبخو ويشربو يقدر يقرأ عليه يقدر ما يقراش عليه. المهم تي لما كنتيش قارية تقدري ما تقرايش عليه، تقولي بسم الله وتقراي البسملة الشريفة 21 مرة وتشربي بنية الشفاء. إذا الناس اللي باغين يتشافوا، الناس اللي باغين يتعافوا من هاد المرض اللي دخل لهم البطن ديالهم وعطاهم واحد طاقة السحر المشروب أو المأكول، غادي تحاولي أنك تخلصي بهاد الوصفة. إذا أحبابي اللي عجبكم هاد الفيديو حاولوا أنكم غادي تديروا هاد الوصفة وغادي تحسوا بالراحة، إما تتبعها 3 أيام أو أسبوع أو كي اللي تشربها على الأقل مدة 9 أيام أو 10 أيام أو 11 يوم. وحاولوا البقايا تلوحوهم لأنكم ما غاديش تقراو عليهم، حاولوا حتى تصفيو عاد قراو، ولكن يبقى تبخو كل 3 أيام تبخو المكون وتحطوه في الثلاجة، تشربي كاس صباح وكاس في المساء، كاس في الصباح على الريق معدة فارغة، ومن بعد تناولوا الطعام ديالكم. أما في الليل آخر كأس هو هذا الكأس ديال الكروية والنافع وحبة حلاوة بعد ما نقرأ عليه القراءة اللي عطيتكم. إذا أحبابي تنتمنى لكم حظ سعيد، خليونا اللايك ودعمونا وفعلوا الجرس
وتأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.